السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة التي سوف أخصصها للحديث عن موضوع الهجرة إلى كندا، كما تعلمون لم يسبق لي أبدا أن قدمت أي موضوع أو حلقة تخص الهجرة إلى كندا. السبب في ذلك هو أنني لا أقيم في كندا. نعم أعلم معلومات كثيرة على كندا، لكن لست متأكد لأنني لست مقيم، لذلك لا أقدم معلومات على كندا صراحة. هناك بعض الإخوة الذين يقدمون معلومات يعني عامة من أجل يعني الباز أو الفرقة الإعلامية، لكن بصراحة يعني الهجرة إلى كندا هي أصعب ومعقدة مقارنة بالهجرة إلى أمريكا. السبب قيامي بهذا الفيديو هو أن هناك أشخاص اتصلوا بي خصوصا من المغرب، قرأوا في بعض الصحف الإلكترونية أنه باب الهجرة إلى كندا تم فتحه من أجل استقطاب اليد العاملة إلى كندا بشروط سهلة وغير معقدة. وعندما قمت بالبحث والدخول إلى المواقع الرسمية الكندية وجدت بأن هذا الكلام صراحة غير صحيح. كما تعلمون وأقولها مرة أخرى بأن الهجرة إلى كندا هي أصعب وأعقد من الهجرة إلى أمريكا، لأنها تتطلب شروط بالنسبة إلي من نظري الخاص واحترام لرأيكم أنها معقدة، لأنها تشترط نقاط وتشترط العديد من الأشياء. فنعم هناك هجرة إلى كندا وخصوصا إلى ولاية مانيتوبا، لكن حسب علمي وحسب المعلومات التي وجدت، وهي معلومات موثوقة من مواقع خاصة وليس منقولة من مواقع عربية أو منتديات عربية من أجل فقط الفرقة الإعلامية، ويبقى لكم التأكد من ذلك من خلال الروابط التي سوف أضعها في أسفل هذا الفيديو. نعم هناك هجرة إلى ولاية أو مقاطعة مانيتوبا الكندية، أوكي، لكن الشروط ليست شروط سهلة صراحة أقولها. لندخل في الموضوع مباشرة حتى لا أطيل عليكم. فمن شروط من شروط الهجرة أو شروط القبول، أولا يكون السن المتقدم على الهجرة ما بين 21 سنة و 45 سنة، أوكي، هذه أول نقطة. النقطة الثانية وجود علاقة قرابة أو صداقة أو سابق تجربة علمية أو دراسة بمنطقة مانيتوبا، يعني أن تكون عندك علاقة صداقة، يعني عندك صديق مقيم في منطقة مانيتوبا مقاطعة مانيتوبا، أو عندك أحد أفراد الأسرة وهم الأخ أو الأخت أو الأب أو الأم أو العم أو العمة أو الخالة أو الخالة، أوكي، هذا بالضبط، أوكي، يكونوا مقيمين في منطقة مانيتوبا. أن تكون قد درست في منطقة مانيتوبا أو عندك تجربة عملية في منطقة مانيتوبا، أوكي، يعني لاحظوا هذه الشروط، أوكي، وأن يكون صديق أو القريب الذي يسكن في منطقة مانيتوبا مقيم على الأقل سنة في تلك المنطقة، أوكي، أن تتوفر على شهادة دبلوم، شهادة أو دبلوم أو دبلوم تدريب ما بعد الدراسة الثانوية، يعني عندك دبلوم ما بعد الدراسة الثانوية. طبعا كما تعلمون ما بعد الدراسة الثانوية العموم الشباب يذهبون إلى الجامعة، والجامعات يعني على الأقل 3 سنوات للحصول على شهادة التخرج أو الإجازة أو البكالوريوس. لا أعلم، ربما هناك دبلومات يمكن الحصول عليها في بعض معاهد التكوين أو شيء من هذا القبيل بعد سنة، لكن هذه من الشروط. الشروط التوفر على شهادة دراسية أو دبلوم في تخصص ما ما بعد حصولك على يعني الدراسة الثانوية، أوكي، وثيقة تثبت مستواك في اللغة الإنجليزية وخصوصا امتحان IELTS، ويستحب أن يكون مستواك تقريبا 5، يعني score 5، أوكي. تقديم طلب تشرح فيه نيتك الاستقرار في مانيتوبا وكيف ستقوم بالبحث عن عمل في مانيتوبا، يعني تكتب رسالة تبين فيها بأنك نيتك الاستقرار في مانيتوبا فقط، لا يمكن الخروج من مانيتوبا والذهاب إلى مثلا بريتش كولومبيا أو الذهاب إلى أونتاريو أو الذهاب إلى كيبيك أو المقاطعات الأخرى، أوكي، الاستقرار في مانيتوبا وكيفية البحث عن عمل. لاحظوا الفرق
بين هذه الشروط وشروط القرعه. يعني القرعه الامريكيه عند تقديمك للولايات المتحده الامريكيه يمكن تذهب لاي ولايه واي مدينه تريد. اوكي. النقطه الاخرى ان تكون لديك تجربه عمليه في هذه الميادين. اولا ميكانيك السيارات الثقيله او الميكانيك الالات الثقيله، صناعه الخزانات او ما يسمى بالكابينتس، او تجربه في ميدان صناعي ما المانيفاكتشرين. اوكي. النقطه الاخرى ان تتوفر على 60 نقطه في تقييمك. كما تعلمون الذهاب الى كندا يعتمد على بعض النقاط، يعني مثلا يدرسون سنك، يدرسون يعني مستواك الدراسي، يدرسون لغتك، يدرسون شواهدك والدبلومات التي حصل عليها. يجب ان تتوفر على 60 نقطة من اجل التقديم على هذه الذهاب الى مانيتوبا في ولاية في كندا. ف 60 نقطة، مستوى التعليمي، السن، الخبرة، اللغة وغير ذلك من 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 النقاط. اذا كنت تظن انك تتوفر على هذه الشروط، عليك بالدخول الى الموقع اسفله، سوف اضعه في الديسكريبشن، والذهاب الى الخطه الثانيه ستيب 2. اذا كان فيك هذه الشروط القبول، اذهب الى الخطه الثانيه وهي ستيب 2 والمسمات بابلاي ناو، او يعني الضغط على زر ابلاي ناو، يعني التقديم الان اذا كنت تتوفر على هذه الشروط كلها. اوكي. اذا تمت الموافقه على طلبك، اوكي، سوف ترسل لك دعوه من مقاطعه مانيتوبا، بحيث سوف عليك القيام بالزياره الى المقاطعه، بالطبع على حسابك ليس على حسابهم. سوف تقوم بالزياره الى مانيتوبا، زياره سوف يقوم احد الاشخاص باخذك في جوله لزياره المنطقه مانيتوبا، وبعد انتهاء الزياره سوف يقومون باجراء مقابله معك. يعني سوف يسألونك أسئلة، أوكي، من طرف أحد الموظفين المختصين أو المشرفين على هذا البرنامج الهجرة إلى مانيتوبا. إذا قمت باجتياز المقابلة، سوف تعطى لك رسالة، يعني من طرف الموظف المشرف على هذا البرنامج. سوف تأخذ تلك الرسالة وترجع إلى بلدك، وبعد ذلك تملأ يعني استمارات وأوراق التقديم على الاستقرار في مقاطعة مانيتوبا بكندا. سوف تقوم بالمقابلة هناك في كندا، سوف ترجع إلى بلدك بعد ذلك. إذا تمت موافقة على طلبك واجتياز المقابلة، سوف تقوم بملء الاستمارات الخاصة بالهجرة إلى كندا، وبالضبط إلى مقاطعة مانيتوبا. بعد ذلك تتبع الخطوات التي سوف تجد في الموقع، لأنهم بعد ذلك عندما تقوم بإرسال المعلومات سوف يقومون بعمل فحص دقيق أو ما يسمى بالباكجراوند تشيك، يعني سوف يدرسون ملفك الإجرامي، هل سبق لك أن تم القبض عليك، هل أنت تنتمي إلى خلية إرهابية، أشياء من هذا القبيل، عن مجرم، تم القبض عليك في سرقة، يعني أشياء من هذا القبيل، حتى يعلموا أن ملفك الإجرامي نظيف بالطبع، والقيام ببعض التحاليل الطبية. أوكي. وبعد ذلك إذا وافقوا على هذه الشروط واستوفت جميع الشروط، سوف يتم إرسال رسالة تقول بأنه تمت الموافقة، وأنك حصلت على تأشيرة دخول مانيتوبا والاستقرار في مانيتوبا، آنذاك سوف تستعد للسفر إلى مانيتوبا. بالنسبة للعامل المادي في هذه الأشياء، لا أعرف هذه الأشياء كم تأخذ من الوقت وكم، صراحة أن الموقع لا يتحدث على هذه المعلومات، لكن على ما أعلم بالنسبة للمادة يطلب من أي شخص قادم أنه سوف يستقر في مانيتوبا أن يتوفر على 10,000 دولار. يعني يجب جلب 10,000 دولار للشخص. بالطبع إذا كان الشخص وزوجته فالمتقدم مثلا أنا سوف أجلب 10,000 دولار، زوجتي 2,000 دولار مثلا. إذا كان عندك أولاد، ولد أو ولدين، 2,000 دولار، 2,000 دولار، أي شخص مرافق 2,000 دولار. أما أنت يجب عليك أن تبين أن لديك 10,000 دولار هناك في كندا. يعني هذه من الشروط. أوكي. كما قلت هذه بصفة عامة الشروط التي تتعلق ب موضوع الهجرة إلى كندا، وخصوصا إلى مقاطعة مانيتوبا.
كما ترون وخلال وحسب تجربتي المتواضعة في الهجرة إلى أمريكا هناك صعوبة، يعني كيف يعقل أنني يكون لدي صديق أو مقرب مقيم في مانيتوبا؟ أوكي، صعب صراحة، صعب. ليس جميع الناس لديهم أصدقاء وأقارب مقيمين في مانيتوبا، هذه من الأشياء. ثانيا هناك إجراءات كثيرة ومعقدة، التقييم 6 نقطة، اللغة، يعني أنا قد حاولت أن أقوم بهذه المعلومات، جمع هذه المعلومات ليس لمنعكم من الذهاب إلى كندا، بل لتوضيح أنه ليست شروط سهلة بالنسبة إلي، هذه ليست شروط سهلة، وأظن أن الأغلبيتكم الساحقة يعني تشاطرون الرأي في هذا الموضوع، هذه ليست شروط سهلة. أوكي، مقارنة مع القرعة الأمريكية كما ترون، لأن القرعة الأمريكية تشترط فقط البكالوريا، الحصول على البكالوريا والتقديم. أوكي، أما هذه فتشترط يعني الدبلوم، اللغة، القرابة، المال، نية الاستقرار في منطقة محددة وهي مقاطعة مانيتوبا وعدم الخروج إلى الولايات الأخرى، كما قلت كبريتيش كولومبيا أو كيبيك أو أونتاريو أو غيرها من الولايات المقاطعات الكندية. فكما سوف ترون هذا الفيديو هو أول فيديو وآخر فيديو أقوم به بخصوص كندا. جميع المعلومات الرسمية موجودة في أسفل هذا الفيديو، يمكنكم التأكد منها، يمكنكم مراسلتهم للتأكد ومعرفة يعني المزيد والمزيد من المعلومات. في نهاية هذه الحلقة أتمنى حظ سعيد لجميع من يريد الذهاب إلى كندا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.